عايزة أكرم تحكي لي البيت، بيت العيلة، يعني برضو عايزة تامر وأكرم يحكوا لي بيت العيلة بتاعك كان إيه؟ جدي الله يرحمه محمود السعداني كان يحب ينام في الدوشة. ينام في الدوشة؟ ينام في الدوشة، نعمل دوشة عشان ينام. ما ينامش عادي كده. ده العكس. نعمل دوشة، واللي يعمل دوشة ليه هدية. كمان؟ ليه لبان. كان اللبان ممنوع في البيت. عشان يبان طق طق. لا ممنوع حد، ايوه كمان. نفرقع بلالين باللبان ونزعجه أكتر. فكان لا احنا 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 الحاجه الحلوه كانت عندنا في البيت ان هو جدي علمنا ان احنا نبقى دايما ملمومين او نحب بيت العيله ده. انه احنا العماره كلها السعداني، عماره السعداني، جدي العيله كلها وبنته في العماره، العيله كلها في العماره، مفيش حد. دي جميله. بنتجمع في رمضان، جميلة. بنفطر مع بعض، حتى لما بنسافر لندن يعني بنقعد كلنا في شقه واحده، مع ان في شقتين بس لا كلنا نقعد معاه في الشقه دي. واحنا يعني انا فاكر احنا من وانا صغير وانا في ثالثه ابتدائي لغايه اولى اعدادي كانت في اكله معينه واحده بس تتعمل في البيت عشان جدي بيحبها، ملوخيه ولحمه وبتنجان مخلل، مفيش حاجه تانية تتعمل طول ما محمود السعداني موجود جوه البيت. والله حتى لو بتحلم بحاجه تانية مش موجود. لا ممكن رز، رز بقى ممكن رز، ممكن مره فراخ، انما لحمه لازم لحمه، لحمه. حتى لما بنروح لندن لازم يبقى معانا الملوخيه واللحمه والبتنجان المخلل. مفيش ارانب؟ لا لا مفيش ارانب، هي اللحمه وال الأرانب؟ انا بحب الارانب. انا اكلتها مره زمان ما افتكرتهاش تاني. يعني اللمه هنا فنيه خالص. لا فنيه خالص. بتجهز لفيلم مش كده؟ انا سمعت كده. بجهز مشروع تخرج، فيلم تسجيلي. انت فين؟ انا في MSA جامعه النوالي الدجوي، ماسكوم اعلام، وبجهز مشروع التخرج بتاعي اسمه رحله البحث عن ابو العربي. هروح في رحله لبورسعيد ابحث عن الشخصيه الاسطوريه دي. بس انا لسه ببدا فيه وبعمل. مين بيكتب السيناريو؟ بابا؟ انا اللي بعمله، وبعمل كتاب. ايه ما تخافش؟ لا 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 مش خايف. لا لا مش خايف. الله انت هتقلع الجلابيه ولا ايه؟ بعمل مش لسه انت في جلباب ابي؟ لسه لا لسه جاكيتة ابي؟ لا بس انت لابس لبس بابا، هو الستايل بتاعه برضه. ده صح. ده صح كده؟ ده صح، احنا الاثنين بنلبس نفس اللبس. ويمكن ده يعني حاجه بتعمل خناقات في البيت كتير. ومعظمنا شبه بعض حتى، يعني بتاخد منه الجاكيتات. لا واحنا اصلا معظمنا شبه بعض في البيت، يعني بيت خالتي لو انا دخلت بيت خالتي اكن دخلت بيتي، هو نفس العفش، نفس الطبق، نفس المعلقه. حتى في رمضان لما بنودي لبعض الاكل خلاص الطبق ده ما هو اللي هنا هو اللي هناك. هو يعني هو جدي كان معلمنا على كده. ان احنا كلنا واحد، في صوره كده، كلنا واحد، مفيش فرق بيننا، حتى فرق. الطبق واحد، المعلقه واحده، الكلام واحد، كلنا كنا بنقول نفس الالفاظ ونفس التعبير ونفس الكلام، وكلنا كنا ناكل نفس الاكل حتى لو ما بنحبهاش بس احنا بناكلها. كان في طبعا كبير العيله اللي هو محمود السعداني، وكان في ست البيت اللي هي جدتي اللي هي دايما محافظه علينا، دايما بتجمعنا لو حد عي فينا هي اللي بتراعينا، مش امنا طبعا. امنا طبعا بتراعينا، يعني طبعًا مش بتراعينا بس هي الكبيره، هي اللي بتيجي هي اللي بتشرف. على فكره هم مش بس هم العيله دي ولا العيله الثانيه ولا عيله تامر ولا عيلتنا ولا عيلتكم، متهيألي تقريبا مصر لو احنا ربطنا شويه المفاصل بتاعه العيله على طول هتتلم وهتبقى مصر زي الشريحه دي زي ما كنا، وزي دلوقتي نقعد نحط ايدينا على خدنا يا سلام على الزمن الجميل.